فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ملكت النصاب في شهر محرم ثم اشتريت بعض الأشياء فنقص النصاب في شهر رمضان، ثم في ذي الحجة رجع ثانية وبلغ نصابا، يقول: متى أخرج الزكاة ومتى أحسب الحول؟ تحسب الحول من بلوغ النصاب، إذا تم عليه سنة بعد بلوغ النصاب ولم ينقص زكيه. نعم.